فقرة في لحظة لقى شباب واحد الصوت إذا ما عليكم أمر ننتظركم بكل حب وأيضا مشاهدينا ينتظرون بكل حب في فقرة لحظة لقى نبدأ بها من الأسبوع القادم طبعا إن اليوم حطينا مسابقة لأن ما كان عندنا ضيف حلوين يا شباب من الأسبوع القادم راح يكون معنا ضيف هل يا ترى من يكون الضيف ما تدري يمكن انت ما تشوف اهلك الا اخر اسبوع يمكن تشوف اهلك اول اسبوع ما تدرون يعني خلوكم جاهزين مستعدين للفقره القادمه طبعا كل يوم جمعه الساعه 9:30 راح تكون فقرتنا فاتمنى جاهزين يا شباب الجمعة الجاية؟ جاهزين أقوى أقوى عسى الله يوفقكم لكم مساعدة عسى الله يوفقكم يا رب العالمين أتمنى أن كنا معاكم خفيفين لطيفين وأسعدناكم جعلك تسلى أسعدناكم وأسعدنا أخواننا وأخواتنا المشاهدين فعسى الله يوفقكم ويسر أموركم يا رب أشهد بالله كني في ليل ويسر اموركم عندي لك خطه دقيقه ويسر اموركم انت راي خطط الرجال هذا قلب عليه ظروف على ديو لي انا بس لا هذه لك لب عيني يا رجال فاتمنى انها تكون يوم خفيف ولطيف معاكم ولكن خلوكم مستعدين من الاسبوع القادم انتم وايضا اخواني واخواتي المشاهدين راح يشوفون من هو الضيف اللي راح يكون معنا راح يكون الوضع جدا 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 مرعب مربك مفرح ما تدري هل انك راح تواجه او انك ما راح تواجه او انك تطلع تواجه عاد خصومات طيب سيدي منصور سيدي منصور سيدي نشوفكم على خير على خير هذا الله يحفظ الوجه في ان شاء الله باذن الله راح تشوفونا معاكم في لحظه لقاء يوم الجمعه الساعه 9:30 فاستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه فمان الله يا شباب